شايفين الحيوان اللي قدامكم ده؟ الحيوان ده اسمه نمر الجاكوار أو نمر الجغوار. يعتبر نمر الجاكوار ده هو الحيوان الوحيد على وجه الأرض اللي بيقدر يصطاد التمساح حتى لو كان التمساح في قلب المية. يعني الواحد بيحب نمر الجاكوار ده لأنه هو اللي بيصطاد التمساح وبياخد حق الحيوانات التانية. نمر الجاكوار ده قوي جدا لدرجة انه بينزل في المية وبيصطاد التمساح عادي جدا وبياكله. الفيديو ده للناس اللي بتقول ان الفهد ما بيخافش من الضبع وان الفهد اقوى منه. شوف ده ضبع واحد ودول كام فهد. شوف الاسد ده طلع على الشجرة عشان يقتل نمر الجاكوار، ولكن لحسن حظ النمر ان الشجرة اتكسرت. شوف شجاعة الجاموس البري لما بتواجه مع الاسد. الجاموس البري يعتبر من أشجع الحيوانات اللي بتقابل الأسد وبتتواجه معاه، وأغلب المواجهات اللي بينهم الجاموس هو اللي بينتصر على الأسد. هو ده المعنى الحقيقي لكلمة إن الاتحاد قوة. شوف لما الجواميس اتدخلت عملت إيه في الأسد اللي كان ماسك. شوف قوة الحمار الوحشي وشوف إزاي إن هو قدر إن هو يتخلص من الأسد بكل سهولة. هو ازاي النمر ده بيقدر ان هو ينزل في المية بالطريقة دي ويصطاد التمساح، مع ان التمساح معروف عنه لما بيكون في المية بيكون شرس جدا ومفيش اي حيوان تاني بيقدر عليه حتى لو كان الى